بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان، أهلا ومرحبا بكم. والنهاردة إن شاء الله عندنا حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي، واللي هيكون النهاردة للقاء الأهلي ونهضة بركان المغربي. ده المباراة ديت في السوبر الأفريقي. إن شاء الله نادي الأهلي لو كسب النهاردة يبقى بمشيئة الله دي سابع مرة النادي الأهلي يبقى هو صاحب السوبر الأفريقي، وده رقم قياسي جديد. طبعا ماتش النهارده محطه مهمه جدا 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 في طريق النادي الاهلي للمنافسه على حاجه اعلى بقى، على الاكثر تتويجا في العالم. الاكثر تتويجا في العالم في البطوله القاريه الجديده دي، ان شاء الله لما ناخدها هننافس على الاكثر تتويجا في العالم. مع مين بقى؟ مع ريال مدريد الاسباني. شايفين الفروقات طبعا. النهارده باذن الله باذن الله البطوله دي تكون من نصيب النادي الاهلي وجماهيره. لو فاكرين حضراتكم، طبعا كلنا فاكرين، البطوله دي غايبه عن النادي الاهلي منذ 7 سنوات. اخر بطوله لو تفتكروا حققناها سنه 2014 على حساب الصفاقسي التونسي لما كسبنا 3-2. ان شاء الله النهارده الفوز يكون حليف النادي الاهلي وعوده بطوله السوبر للنادي الاهلي مرة تانية. الناس بقى اللي هي ما بتشجعش الأهلي وتقول لك إيه؟ انتوا يعني بتتكلموا على بطولة قارية سوبر أفريقي بقالكوا 7 سنين ما خدتوهوش وبتتكلموا عنده؟ يعني بنتكلم عنه؟ أيوه إحنا بنتكلم عنه. ليه سعادتك؟ ما هو ده الفرق بين النادي الأهلي وبين أي حد تاني، أو بين النادي الأهلي وبين أي منافس تاني. ده حضرتك، انا ما بفرحش لما باخد بطوله وانام عليها بالعشر والعشرين سنه، انا مش من النوع دوت. النادي الاهلي مش كده. النادي الاهلي ما عندوش سقف الطموح ده عالي جدا 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 للبطولات. النادي الاهلي مش بتاع دوري وانام عليه 10 سنين، بطوله افريقيا وانام عليها 20 سنه، مش النادي الاهلي ده. حضرتك النادي الاهلي تخطيطه طول عمره انه يحصد البطولات. طبعا مفيش حد بيكسب كل حاجه، ده وضع طبيعي، انما النادي الاهلي مش اللي بيكتفي ببطوله وينام عليها ويقول لك ده انا خدت الدوري مش عارف سنه 2014 سنه 2015، ده انا واخد الدوري 10 مرات. مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بيبقى طالع من بطوله، كسبان بطوله، بيبص على البطوله اللي جايه على طول. يعني احنا بنحارب في اكتر من جبهه الفتره دي. لو تفتكروا حضراتكم السنه اللي فاتت، ما هي الموضوع ممتد، ما كانش فيه اصلا اي راحات. كنا بنلعب في المعترك الافريقي والحمد لله ربنا وفقنا. لو تفتكروا كسبنا في النهائي بالقضيه لو كلنا فاكرين، وبعدين طلعنا منها كان بطوله كاس مصر، فالناس تقول لك انتوا مجاهدين يا عم، حتى لو خسرتوا كاس مصر مفيش مشكله. كسبنا كاس مصر وبعدين دخلنا في المعترك تاني بتاع الدوري وبعدين بطوله افريقيا، وطالعين من بطوله افريقيا زي ما حضراتكم شايفين او كنتوا حاضرين الفتره اللي فاتت، لعبنا ماتشين جامدين جدا، سان داونز في القاهره وبعدين طلعنا سان داونز جنوب افريقيا، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا وتخطيناه ووصلنا للدور قبل النهائي. طلعنا من جنوب افريقيا اللي كان الجو فيها برد على الدوحه اللي هي الجو فيها حر. يعني حتى الراحات في السفريات مفيش راحه. كل ده ليه؟ لان انا كنادي اهلي طول عمري بلعب على كل البطولات، عيني على كل البطولات، عايز اخد كل البطولات. مفيش حد بياخد كل حاجه، بس ده هدفي، ده هدفنا في النادي الاهلي طول عمرنا في النادي الاهلي كده. من مجالس ادارات، لعيبه، اجهزه فنيه، جماهير، الطموح حتى على الجماهير، الطموح عند الجماهير. لو حضرتكم تشوفوا بس حضراتكم الجمهور بتاع كل الانديه، مع احترامي لجميع الانديه، مع احترامي لجميع الانديه، طموح النادي الاهلي او طموح جماهير النادي الاهلي ملوش سقف، ملوش حدود. بتبقى طالع من بطوله وعارف انك مجهد وعارف انك تعبان وعارف انك مش هفضل حالتك الفنيه، يقول لك ان شاء الله انا عايز البطوله اللي جايه، الماتش اللي جاي. لا قادرين، واحنا وراكم، واحنا مستحملين، واحنا عارفين ان انتوا رجاله، واحنا عارفين انتوا بتفكروا ازاي. هو ده النادي الاهلي. مش النادي الاهلي اللي بيكسب مره بطوله كل 20 سنه، مش ده النادي الاهلي. وبعدين ايه؟ ده في ناس بتكسب بطوله كل 10 و20 سنه ويقول لك ايه؟ ده انجاز كبير قوي.
وبعدين لما ما ياخدش بطولات بعد كده يخلق بقى لنفسه اي اعذار. اعذار ايه بقى؟ وهميه مش موجوده من الاصل، لكن ايه؟ عشان بيصبر الجمهور. صبر احنا عندنا كذا وعندنا مشاكل في الحته الفلانيه ومشاكل في الحته الفلانيه، ده احنا واخدين الدوري سنه ده انا واخد الدوري امبارح ولعبت بطوله افريقيا بعده ولعبت كاس مصر بعده وبدور على اللي بعده. ده كل ده حضراتكم بنتكلم في اربع خمس شهور لو تفتكروا. لا وفي النص ايه كمان؟ واخد برونزيه كاس عالم للانديه. حاجه كده على الماشي. برونزيه كاس عالم يعني واخد ثالث كاس عالم الانديه. كل ده لو حضرتك حسبته هتلاقيه في ظرف خمس ست شهور. بالظبط خمس ست شهور. هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بينافس دلوقتي ريال مدريد على الاكثر تتويجا في العالم بالالقاب. النادي الاهلي في المركز الثاني. وبنحاول نلحق ريال مدريد اللي السنه دي خرج من الموسم بدون اي حاجه. ان شاء الله ان شاء الله النهارده نضيف بطوله جديده. تتحط في كاس البطولات كمان عندنا فرصه تانية ان شاء الله لما نخلص ماتش النهارده لحصد دوري ابطال افريقيا والنجمه العشره ان شاء الله باذن الله رب العالمين. نعدي بس الدور قبل النهائي مع الترجي وبعدين نفكر بقى في المباراه النهائيه. الاهلي النهارده مش عايز اقول بقى ان هو شايل على كتافه امال جماهير جمهور النادي الاهلي، جمهور امال جماهير الاهلي بس، لا. النادي الاهلي النهارده بيمثل مصر. النادي الاهلي بيمثل مصر، واي حد كان هيمثل مصر النهارده كنا هنبقى وراه. خلي بالكم، ده الفرق بيننا وبين اي حد تاني. ده الفرق بيننا وبين اي حد تاني. حتى لو في منافسه او في شويه صراعات في بعض الاحيان بين الجمهور وبعضه، أو في شوية تحفيل بين الجمهور وبعضه، إنما أي حد بيمثل مصر بنبقى وراه عشان هو بيمثل مصر. اللي النهارده النادي الأهلي بيمثلها. النادي الأهلي النهارده بيبص لأن جماهير مصر، غالبية جماهير مصر، غالبية جماهير مصر ورا النادي الأهلي النهارده من أجل لقب قاري جديد بيساعده إنه يلحق ريال مدريد على لقب الاكثر تتويج. حضرتك طبعا سامعني وانا بقول ايه؟ بلاحق ريال مدريد. فكرت فيها؟ اللي بيسمعني فكرت فيها؟ يعني انا كنادي اهلي في حته ثانيه خالص. في حته ثانيه خالص. الناس الثانيه بتتعلم مني. انما هم بقى سعادتك بيعملوا ايه؟ بيقولوا اي اكاذيب واي اشاعات علشان يحاولوا يعرقلوا مسيرتك. ما انت اصلا مش عارفين يعملوا معاك ايه. اجهاد وتحكيم وماتشات ورا بعض وضغوط ماتشات واصابه وانذار، يعني كله ضدك. ومع ذلك انا ماشي في سكتي في الطريق اللي انا عارفه. ما بنقولش بقى كل ماتش والله مش عارف عندنا اعذار، عندنا مين غايب النهارده او مين متعور النهارده او الحكام ضدي، اصل مش عارف، اصل في حكم حكم لي امبارح والحكم ده شكله اهلاوي. تخيل حضرتك مدير فني بيقول الكلام ده في وسط الماتش. مدير فني كبير بيقول الكلام ده في وسط الماتش. الحكم ده اهلاوي، حكم بيحكم له الماتش امبارح، يقول لك اصل الحكم ده اهلاوي. وبعدين سيبك من الكلام ده اللي حصل امبارح، يطلع لك بحاجات بقى. احنا مثلا طلعنا من سان داونز جنوب افريقيا طلعنا على قطر، فيقول لك ايه؟ عمال يجيب اي حاجه، بيجيبوا اي كلام ويكتبوه، سواء مواقع سواء حاجه تبعهم، يقول لك ايه؟ اصل وليد سليمان قرر يعتزل نهايه الموسم. ووليد سليمان رايح دلوقتي يلعب في مباراه، هي مباراه واحده، مباراه بطوله، مباراه سوبر، مباراه واحده هيجيب فيها بطوله، هيفكر قبل المباراه ويقول ان انا بعد الماتش ده هعتزل؟ مش لما نبقى ناخد الاول الماتش ولا نكسب الماتش ولا نلعب الماتش الاول كل تفكير. احنا خلي بالكم يا جماعه، انا عايز اقول لكم حاجه، دي على مدار جميع الاجيال في النادي الاهلي. احنا لما بيبقى عندنا مباراه، أي مباراة
دوري، بطولة افريقيا، كاس مصر، اي مباراة بيبقى كل تفكيرنا منصب على المباراة دي بس. لما تخلص البطولة، لما تخلص البطولة بيبقى في كلام تاني. انت سعادتك عمال تجيب لي كلام مره زي قبل كده، مره قالوا مش عارف ايه على حسين الشحات وموسيماني، على مش عارف كهربا وموسيماني، دلوقتي قال لك ايه يعني احنا رايحين من صن داونز على قطر، قال لك ده وليد سليمان قرر انه يبطل. قرر انه يبطل؟ مين اللي قال لحضرتك كده؟ انت جبت الكلام ده منين؟ اصل مش عارف ما بيقدمش اداء كويس وهو ما بيلعبش الفتره الاخيره فهو حاسس ان هو غير مرغوب فيه فهو قرر انه يبطل. مين اللي قال كده؟ الراجل بيتمرن والراجل خبره في النادي الاهلي، والراجل لما بينزل بيأدي اداء هايل، ومستر موسيماني مقتنع بيه. انت جبت الكلام ده منين؟ انت عايز تشتت وتعمل اي قلق وخلاص، ومره يقول لك ايه في وسط الحاجات ديت، اه طب هو موسيماني بيكسب اه ولكن مش بيقدم اداء مقنع، او يعني بيدافع. طب انا هقول لكم حاجه بخصوص حته اللي هو بيدافع دي. مره سنه 90 وانا كنت في الجيل ده، كان عندنا الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه، كان هو مدرب او مدير فني منتخب مصر، كان بيلعب باسلوب ان هو ما يخشش فيه جول، وطول ما ما يخشش فيه جول ونتيجه 0-0 ممكن تكسب الماتش. دي فلسفه عند بعض المدربين، ومنهم لحد دلوقتي بيلعب بيها جوزيه مورينيو. طول ما انت 0-0 ممكن تكسب الماتش، طول ما انت شبكتك نظيفه ممكن تكسب الماتش، ودي فلسفه مدرب. الناس بقى كانت بتقعد تهاجمه وتقول لك ايه ده فكره دفاعي، ده يا عم كره ممله، ده نتائجه مش عارف. في الاخر خالص كابتن جوهري بعد مسافه كبيره جدا او مده كبيره جدا وصل بينا كاس العالم بالفلسفه اللي هم كانوا بيهاجموها. لما مستر موسيماني مدرب محترف بيفكر فكر محترف، هو لحد دلوقتي انت بتقيمه بايه سعادتك؟ لما تيجي بتقيم نتائج او بتقيم سوري بتقيم فريق بتقيمه بايه؟ بتقيمه بالنتائج صح؟ طيب تعال نتكلم على مستر، ناخد مستر موسيماني اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. مستر موسيماني من ساعه ما جه كان الدوري محسوم من ايام مستر فايلر قبل ما يمشي، فمش هننسب له البطوله دي. طيب كمل، وصل، كان بيلعب بقى في المسابقه اللي هي الافريقيه، وكان عندنا ماتشين جامدين جدا وقدر ان هو يتخطاهم الوداد، وبعدين لعب المباراه الفاينل مع الزمالك وخدناها بالقضيه لو حضراتكم فاكرين. يبقى كده واخد ايه؟ بطوله افريقيا. طلعنا من بطوله افريقيا على كاس مصر لو تفتكروا، لعبنا مع طلائع وكنا مجهدين جدا 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 جدا، لعبنا مع طلائع الجيش، ويمكن يا عيني اللعيبه كملت الماتش بالعافيه مش قادره، وصلنا لضربات الجزاء والحمد لله رب العالمين خدنا كاس مصر. يبقى الراجل جايب بطولتين كويس، كملنا المعترك بتاع الدوري، دخلنا ما فيش وقت اصلا دخلنا فيه، وبعدين دخلنا على كاس العالم للانديه في قطر اللي ان شاء الله يبقى النهارده باذن الله فال كويس باذن الله رب العالمين، وناخد البطوله برضه هناك ان شاء الله. ودخلنا كاس العالم واحنا مجهدين، ولو حضراتكم فاكرين ساعتها كانت اللعيبه يعني بتموت نفسها وتيجي في الشوط الثاني في اخر الشوط الثاني مش قادره، يعني بيلعبوا عايزين يكملوا ويلعبوا علشان يكسبوا اي حاجه، وفعلا ربنا كرمهم وكافئهم بالمركز الثالث. فاحنا حضرتك بتتكلم على بطوله افريقيا، كاس مصر، ثالث كاس عالم، وماشي لحد دلوقتي في الدوري ماشي. اه في بعض النتائج حصل فيها شويه مش زي ما احنا عايزين، ولكن احنا عارفين الاسباب، في منهم اسباب كتير جدا مش بايدينا، في منهم اسباب كتير جدا مش بايدينا. مش هتكلم يعني مش عايز اتكلم على موضوع التحكيم، خليه مره تانية. مش عايز اتكلم على ضغوط الماتشات اللي ورا بعض لان بنتكلم عليها كتير، خليها برضو مره تانية. انما حضرتك بتقيم نتائج صح؟ بتقيم نتائج. ما يا سلام لو انا لعبت كويس وطلعت خسران البطوله. طبعا النادي الاهلي اداء ونتيجه، بس خلينا بنقيم لما نيجي في لحظات التقييم. احنا بنقيم مدير فني قدامنا دلوقتي.
مدير فني بالنتائج. بالنتائج، الظروف الغير طبيعيه اللي بيلعب فيها النادي الاهلي دي دلوقتي، ما اقدرش اقول له اداء ونتائج، ما اقدرش. ما اقدرش. شايف حضرتك الاجهاد، الغيابات، الاصابات، الضغوط اللي بيتعرض لها النادي الاهلي في كل حاجه، مش عايز برضو اتكلم فيها، مش عايز اتكلم فيها دلوقتي لان ده مش وقتها. ولكن مع كل ده الراجل عمال جايب تقريبا 3 بطولات، لان انا بعتبر برونزيه كاس العالم بطوله في الظروف دي اللي احنا فيها، برونزيه كاس العالم بطوله. وصل للدور قبل النهائي في بطوله افريقيا. هتقول لي ما انت واخده انجاز. انا بعتبره انجاز. في الظروف اللي هي ديت دلوقتي ده انجاز، ان شاء الله انجاز عشان نكمل بيت الانجاز، نكسب ان شاء الله باذن الله رب العالمين الاول ماتش النهارده، وبعدين نركز بعد كده في الماتش اللي جاي. ولكن انا بعتبر اللي حاصل في الظروف الغير طبيعيه اللي بيمر بيها النادي الاهلي ده انجاز. وكمان النهارده بيلعب على بطوله تانية، احنا بنتكلم على نتائج سعادتك. لما اشوف الفروقات بيني وبين ريال مدريد اقول يا هو ريال مدريد لما جاب البطوله دي ده كان في اسوء حالاته. ما بتقالش كده. بتقال سعادتك مستر موسيماني دخل 3-4 بطولات، جاب بطولتين، والثالثه جاب برونزيه كاس العالم، وده يعتبر انجاز. ما اقدرش اقول عليه حاجه غير كده. هو الراجل لحد دلوقتي ماشي كويس. والماتشات، وهتقول لي طب الدوري، الدوري لينا ماتشات مؤجله كتير. لينا ماتشات مؤجله كتير. لو انت حسبتها وقعدت تقول في بالك او بالورقه والقلم، والله لو النادي الاهلي كسب الماتشات المؤجله هيبقى فارق عن نادي الزمالك اللي هو متصدر الدوري لحد دلوقتي. يعني انا ما اقدرش اتكلم عن الراجل كلام مش كويس، يعني ما اقدرش اقول ان هو مدير فني مش كويس. ما اقدرش. النتائج في صالحه. كل النتائج في صالحه. بالورقه والقلم كل النتائج في صالحه. ان شاء الله باذن الله نتمنى له التوفيق النهارده، ونتمنى لفريق النادي الاهلي التوفيق باذن الله رب العالمين. لماتش النهارده نكسب البطولة بإذن الله رب العالمين، ونبقى لينا كلام تاني بعد الماتش، وبعد كده نبقى نبص إيه اللي جاي تاني.